طب قوليلي، انا شايفه الحاجات شكلها حلو، يمكن الناس شايفه معانا قد ايه شكل الشوكليت مبهج مختلف، تخلي الاطفال طول الوقت عندها شهيه مفتوحه ليها. قوليلي انت بقى الحاجات، التنوع وكل الانواع وكل الالوان، انت مش مرتبطه بس بالشوكليت الدارك ولا يعني في عندنا هنا وايت شوكليت وعندنا كل الانواع. طب تعالي واحنا بنتكلم نبدا عشان برضو الناس تعرف خطوات الشوكليت، ازاي تقول لهم خطوات تكون مظبوطه يقدروا يستفيدوا ويعملوها وبامكانيات برضو ما تبقاش مرهقه عليهم. هو يوجوالي الشوكليت بتبقى انواع وايت ودارك وميلك. كل طريق، كل نوع شوكليت بيبقى ليه طريقته وخواصه في ان هو يتسيح على النار. انا جايبه حاجات بدائيه جدا اللي هي باول عادي وحله موجودين في اي بيت طبعا. والشوكليت مين اللي بيبقى، لو انت عايزه تعملي شوكليت في البيت بتدوري على الشوكليت اللي هي الخام، لو انت مش متوفر عندك بلجن شوكليت. انا بستخدم بلجن شوكليت لان هي اكتر نوع شوكولاتات ما فيهاش صويا، ما فيهاش حاجات اللي هي افضل من الخام، هي افضل من المتداوله بشكل عام، لان هي مش كلها طبعا كمان كده، في انواع معينه لان هي تعتبر. طب ورينا بقى واحنا بنتكلم كده، ورينا خلي الناس تعرف، بحيث اللي حابب يبدا السنه الجديده بالشوكليت ويبقى مبسوط ويبسط ولاده. وانا شايفه فاليري ويارا في كوكب لوحدهم مالهمش دعوه بينا، مستمتعين بالسبرينكلز. طب انتوا بتاكلوا ايه؟ ما انا عايزه اعرف، مش بتدوني ليه؟ انت معاكي البلو وهي معاها بينك؟ ايوه كان معاها بينك. يلا نشوف مامي، مامي بتعمل شوكولاته حلوه جدا، يلا نشوفها. يلا احنا اول حاجه قولي لي، لو احنا بنسيح شوكليت في البيت لينا احنا في كذا طريقه، يعني انا مش عشان ما عنديش ترمومتر فاوقف الدنيا واقول لا مش هينفع اعمل، لان بكل بساطه الشوكليت ممكن تتعمل بطريقه يعني اسهل. هي حاجه اسمها ونوعها بيتباع في اي مكان، يعني يقدروا يحصلوا عليها من اللي انا بتعامل معاه بصراحه تو بي اونست، عشان يعني ابقى صريحه انا ما بستخدمش اي حاجه متداوله، لان المتداول كله موجود جواه صويا، موجود جواه حاجات مكسبه طعم، حاجات كتير. انا بجيب كوكو باتر، كوكو باتر اللي هي زبده الكاكاو اللي هي ابسط حاجه بيتعمل بيها الشوكليت، وبتبقى انواع شوكليت معموله كوكو باتر. انا معاكي جدا وانت بتتكلمي. احنا لو احنا ما عندناش ترمومتر، احنا ابسط حاجه بنحط هو ترمومتر ليه بنستخدمه اصلا؟ كل نوع شوكليت ليه حاجه اسمها تمبرينج ميثود. التمبرينج ميثود اللي هو طريقه ان احنا نسيحها من غير ما تبقى محروقه، او من غير ما تسيح في ايدينا، او ليها درجه حراره معينه ما ينفعش. بالزبط. طبعا كل نوع يختلف عن الثاني. الدارك غير الميلك غير الوايت. بالظبط. لو انا ما عنديش ترمومتر بفتح النار على اقل درجه وبحط الشوكليت وبسيبها خالص، يعني بالظبط بمجرد ما بتبدا تسيح برفعها وابدا اقلبها، هي الستيرنج او التقليب هو اللي بيخليها تسيح، بتكمل تسيح. دي ابسط طريقه. ودي الكاكاو بيستر، يعني دي زبده الكاكاو العادي جدا. دي شوكليت بس هي اساسها كوكو باتر، ما فيهاش اي مواد حافظه غير الكاكاو والسكر، والسكر ايفن اللي انا اللي موجود جواها هو اكتشلي هو هيلثي شوجر من الطبيعه، او ممكن يبقى نوع من انواع المعروفه عامه. احنا لو افترضنا ان الشوكليت ساحت مننا، المفروض بنسيبها بتهدى خالص. يعني انا كنت حاطاها هنا رفعتها عشان هنا تهدى خالص لغايه لما بتوصل لدرجه حراره معينه. انا مش عايزه اوصلها، مش عندي ترمومتر، بتعامل بمجرد بس ما بحس ان هي بردت ببدا احطها. لو حطيت الشوكليت وهي سخنه وحطيتها بعد كده في الثلاجه علشان اسيحها، هي اكشلي هتبقى سايحه بمجرد ما همسكها في ايديا بس. فهو ده كده بالنسبه للتسيح بتاع الشوكليت. ثانية عشان المقص. انت كده حطيتيها في عشان تاخد الشكل ده في المكعبات اللي انت هتنزليها فيها. تمام. طبعا بتحطي الشوكليت في مولد، ده اسمه مولد او بيتقال عليه قالب شوكولا. القوالب السيليكون ابسط حاجه وارخص حاجه موجوده في الماركت في مصر، وهي اكتشلي جميله جدا وسهله جدا في الاستخدام. حلو جدا. بدل ما نجيب حاجات بولي كربونات او اي حاجه ثانيه نستخدمها. انا جايبه برده حاجه. حطي بقى معانا، انا معاكي. المولد ده متوفر جدا في مصر، حاجه رخيصه جدا وبسيطه جدا، بتوفر في كل حاجه اذا كان في الشوكليت او في كمان في طريقه الاستخدام كنظافه، بدل ما نوقع الشوكليت على نفسنا ونبهدل الدنيا وكده. يعني احنا ما حطيناش عليها اي حاجه، احنا جبناها وسيحناها، دي اول خطوه. دي ابسط طريقه ممكن حد في البيت يعملها بيها. فاليري انا اسفه. انزلي يلا عشان نشوف مامي بتعمل حاجات حلوه. بصي مامي بتعمل، بتعرفي تعملي شوكليت يا فاليري؟ اه بتعرفي ولا بتعرفي تاكليها بس؟
نو 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 انت بتعرفي تعمليها؟ بعد لا ميرسي. طلع احنا كده عملنا دي ابسط نوع من انواع حاجه. تمام دي بقى بنحطها بعد كده في مكان ولا كده خلاص؟ لا احنا المفروض ان احنا انا اسفه على الدوشه بس المفروض ان هي بتتهز كده جامد شويه بس عشان الصوت انا مش ها تمام لان في بقى جواها هواء لما بتحطي الشوكليت بيبقى جواها هواء فاحنا بنهزها اكتر عشان الهواء يخرج الهواء بيخرج بزرق. تمام بعدين الخطوه اللي بعد كده المفروض ان نحطها في الثلاجه بنسيبها تهدى خالص هي الغلطه ان احنا بناخدها نحطها في الثلاجه دي غلطة. تبقى غلط لازم تبقى في درجه حراره الغرفه لايك 10 مينتس علشان تبقى مظبوطه معمولها ويل تمبرد خلاص احنا كده جاهزين احنا نثلجها